أعلى موديل في شركة انجلندر، أفخم حاجة شركة انجلندر عملتها، يعتبر ده أفضل موديل موجود في مصر كلها. موديل ارتفاعه كويس عالي 37 سنتي، في 2 شاسيه، يعني مش شاسيه واحد، 2 شاسيه سوست منفصلة، بيبقى الشاسيه سوست منفصلة وفي سوست تانية فوق الشاسيه اسمها مايكرو بوكيت، وفي لاتكس طبيعي، وفي ميموري فوم، في قماش معالج ضد البكتيريا وحشرة الفراشات، في حاجات كتير جدا. انت بس قرر كده تاخد افخم حاجة، هتلاقي الموديل ده هو انسب حاجة ليه. موديل فنادق، يعني مش هتلاقيه غير في افخم الفنادق. الموديلات دي، الموديل اللي بقول لحضرتك عليه ده، مش هتلاقيه موجود في اي حتة الا في افخم الفنادق اللي موجودة هنا وبره مصر كمان. الموديل اللي معانا النهاردة اسمه موديل بريليانت. بريليانت ده يا جماعة افخم حاجة، اعلى موديل شركة انجلندر عملته، احدث تكنولوجيا في النوم، احدث تكنولوجيا في النوم، اللي هو سوست منفصله ومايكرو بوكيت ولاتكس طبيعي وميموري فوم، ارتفاع 37 سم. ده موديل كويس جدا جدا جدا، اللي هو عايز حاجه بقى مريحه قوي. انت عايز مرتبه مريحه جدا 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 جدا، تاخد موديل بريليان. تمام، بصوا يا جماعه شكل الموديل معانا ده، كده الموديل اللي معانا اللي هو بريليان، زي ما انتم شايفين ارتفاع المرتبه حوالي 37 سنتي، وده شكل الليبل بتاع الموديل اهو، بريليان 160 في 195. تمام، الموديل اسم الموديل، ارتفاعه 37 سنتي، ده موديل كويس اوي 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 يا جماعة. اي حد عايز مرتبة تكون مريحة وكويسة ارتفاعها 37 سنتي ياخد موديل ايه؟ موديل بريليان. شايفين شكل القماش، وشكل القماش الخارجي ده قماش دبل نت معالج ضد البكتيريا وحشرات الفرومش، ارتفاعه 37 سنتي، حاجة بجد محترمة جدا جدا جدا. بنقعد عليه طبعا، شوفوا احساس، شايفين يا جماعة شكل السوست المنفصلة دي، برضو حاجة تبقى كويسة جدا جدا، حاجة محترمة جدا يعني. السوست المنفصلة دي يا جماعة حاجة كويسة قوي، تنفع لو اتنين نايمين جنب بعض، متحرك ما بتهزش الا الجزء اللي انت نايم فيه قوي، وده بياخد شكل الجسم مريح جدا. موديل بريليانت ارتفاعه 37 سم. تمام، هنعمل لكم ان شاء الله فيديو تاني عشان نديكم اسعاره، لما حضرتك تقرر تاخد مرتبه كويسه قوي هنقول لك. ولو برضه عايز تسال على اي سعر، توصل معانا على رسائل الصفحه او على ارقامنا اللي بتبقى ظاهره على البيتش. اعملنا دايما بلايك وشير واشتراك في القناه عشان نلقى على كل جديد. تحياتي لكم جميعا، ابراهيم الكاتب، شكرا.